السلام متتبعي القناة ممايلي بيجون، تتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيناكم باش نوريكم الرويشات فين وصلوا والامور كي غادا بالنسبه للسميبرات. هما طالعين هاد الجوج هادي اللي تفرجتوا فيها، اللي ما شافش الفيديوهات يرجع للفيديوهات يشوف الطيره ديالهم. طلعوا واحد رمادي فيه جوج ريشات وواحد بديعي، غير هو هاد البديعي هذا انتم كما تتشوفوا ماشي ما مخشي وما تيوقفش مقاد، كان رجيلاتو بهم شي حاجه سبحان الله العظيم، ما عرف شنو به. اللي عارف الله يجازيكم بخير، اللي عارف شنو واقع على هاد الشنيبر، حتى نتمنوا منه انه يطلع حمامه باش نجوجو على البديعي اللي عطاو قوي باللون كيف ما شافوا الناس اللي تشوفوا الفيديوهات اللي كانوا قبل. المهم نكملوا، قلنا كاينه جوجه هنا، جوجه كاينه هنايا. هاد الجوجه هادي راه حيت لها واحد البيضه، علاش دابا شوفوا واحد الغياب تاع يومين غبت عليهم، جيت لقيت هاد المشاكل هادو. هادي لقيتها بيضه هنا مرسه على جوج وفيها واحد شويه الخضوريه لداخل مع الفرخ، ما كامل ما والو حيدتها. وهنا هذاك التميم اللي حاولنا ندخلو عليه هاد التم كله، ندخلو عليه هاد الحميمه هادي، راه عطاونا فريخ ما تبيش، عطاونا فريخ. هالفريخ اخوتي مع هاد الحمامة هادي وهاد الفردية هادا البط الكبير ديال هادشي كلو، وعطاونا هاد هانتوما تتشوفو هاد البيضة هادي، هادي راه بيض طون. المهم خرجوها حطوها هنا في الراس، هنا في القنت، منين خديتها هاكا لقيت فيها واحد الشقيقة، حليت هاديك الشقيقة هو يخرج واحد السائل كحل، هاهو السائل اخوتي، هاد السائل هذا اللي خرج منها. بالنسبه لهادو الاخرين راه حطوا البيضات خوي باللون، راه نفس السلاله كيف ما تعرفوا الاخوان الناس اللي تبعوا وشافوا الفيديوهات اللي قبل، واللي دخل القناه نتمنى انه يرجع يشوف فيديوهات قبل باش يعرف القناه فين واصله. هما حتى هما حطوا وعندهم هاد البديع هذا الشنبور ديالهم، اللي تنتمنوا انه هادي تطلع حمامه، تطلع حمامه. غادي نحطو هذا هنا وغادي نشوفو اخوتي الحالة ديال هذا، راه متضاورة شو ما تيوقفش اخوتي، علاش بالضبط ما عرفت. رجيلاتو ما فيهم لا ضربه لا والو، غير هما موسخين وتدير على هاد الوسخ هذا، راه غبناه يومين تلقينا هاد الامور هذا. المهم الحمد لله راه واكل، ولكن ماشي بحال الفرد هذاك الاخر خويا مسكين، عندي هما بالشفاء خوتي. وهادشي هما اللي فين واصلين الرويشات. المهم غادي ندير لهم هاديك الطاج الاول والطاج الثاني، دونك هادو كبروا شويه غادي يهبطوا، غادي خصهم يهبطوا، غادي يهبطوا هنا مسكين. ويتك اجي يا الغزال، انا ما تنبش نهزك من جناحك، اجي زوين زيد يا زيد، شي مسكين اخوتي. غبت يومين تلقى المشاكل، هادشي تبغي تتبعها اخويا. المهم غادي نحطو مسكين هنايا، واني راه باقي معاهم واحد الساعة المكانة، نشوفو الأمور كي دايرة. شوف خوك كيفاش تبارك الله، هو مسكين هاكا. وسمحوا لي بزاف اللي شاف شي بزاق شي حاجة، راه على الميناج اللي ما درتش، وهادشي اللي كاين.
مو أمريكية استثنائية. غادي نطلقو هاد. المهم ترجع في حالك، رجع. غادي نطلقو اخوتي هذا، هاد البدية هذا، هاد السنايبر نزكيو اليوم. يلا اخوتي، كان هاد الفيديو هذا غير نبرة صغيرة على الرويشات فين واصلين، وتنتمنى النصائح ديالكم. اي واحد لاحظ شي ملاحظه على راسي وعينيا كتبها في كومونتير، وشكرا بزاف. سيكن هذاك الشنابير الا كاين شي حل اخوتي يقولوا عليا، ما تيوقفش عندو رجليه. المهم مشيت جبت شي ماكله، هذاك الشيء جبت شويه الكريت، جبت كذا سميتو نعاونوه بشويه البروتينات وشويه لي سور ديال الكاربز، فمشيت توقدو شويه الحميمات والله يسر الجميع. وشفناكم على خير، السلام عليكم. اليوم دابا نزكيو هذاك الشنيبر الصغير اللي كاين هنا، نزكيو اليوم. يلا في امان الله اخوتي، السلام عليكم.